بكتيريا اسمها بورتيتيلا برتاسس، دي المسببه لمرض السعال دي. يا ريت نرسم مع بعض المنظر ده بقى عشان نفتكر المرض. نرسم مع بعض المنظر ده. ده عباره عن طفل اهوت. طفل قدام عينينا، ملامح الطفوله باينه في عينيه. ده عباره عن طفل. هذا الطفل يا جماعه اتنقل له مرض السعال دي. هيتنقل له ميكروب السعال دي. هو ميكروب السعال الديكي ده عباره عن ميكروب اتنال دروبلت. دروبلت معناها ايه؟ رذاذ. واحنا بنتكلم او بنعطس بيطلع من بقنا رذاذ صغير. تف صغير. طبعا التف الكبير ده قله ادب مالناش دعوه بيه. يعني بيجي حد يقول لك لو واحد تف بيتنقل ايه؟ يقول له ده قله ادب، ما خدناهاش. هذا الشخص يا جماعه اتنقل له بعض البكتيريا عن طريق الرذاذ. هذا الطفل هيتنقل له ميكروب اسمه بورتيتيلا برتاسس. هيتنقل له ميكروب البروتيتيلا برتاسس عن طريق الهواء. وعشان الميكروب يا جماعه يتنقل عن طريق الهواء في سكتين. يا اما انت تشم الميكروب يا اما انت فتح بقك زي العبيط. فالميكروب واحد يدفه في بقك مباشره ويدخل يلزق في النيزوفارينكس. يبقى هذا الطفل الميكروب عنده لزق في منطقه النيزوفارينكس. طيب لو حد يا جماعه سال سؤال من بره المذكره والكتاب قال لك هذا الميكروب بيعمل ادهيجن ازاي؟ هو اي جرام نيجاتيف بيلزق عن طريق بايلي واوتر ممبرين، اجابه ثابته في دماغك. اي ميكروب جرام نيجاتيف بيلزق ببايلي واوتر ممبرين. تعالوا بصوا مع بعض على هذا الميكروب. هذا الميكروب اللي هو لازق على منطقه النيزوفارينكس هيحصل ايه؟ اول حاجه عندنا يا جماعه الميكروب ده، اول حاجه هذا الميكروب هيطلع بعض التوكسين. هيطلع بعض التوكسين. عشان التوكسين دي تطلع من الميكروب بنسميها اكسو توكسين. اكسو. اكسو طلع من الميكروب لبره. أول حاجة يا جماعة طلعها الميكروب توكسين اسمه تراكيال توكسين. تراكيال توكسين. أول يا جماعة توكسين هيطلع من الميكروب اسمه تراكيال توكسين. كلنا عارفين مع بعض وخدنا يا جماعة في الاستولوجي ان السيلز بتاعت التراكيه سيليتد، السيلز بتاعت النيزوفارينكس سيليتد. فاي بكتيريا تحاول تلزق السيليا تطلعها لبره، السيليا طلع الميكروب على بره. هذا الميكروب يا جماعه اول حاجه طلعها، اول حاجه طلعها توكسين اسمه ايه؟ تراكيه التوكسين. هذا التوكسين بيعمل دستراكشن للتراكيه والنيزوفارينجال سيلز اللي هي سيليتد. يبقى كده الميكروب مش هيطلع بره. لو سألك في الامتحان الميكروب ده مش المفروض السيليا بتاعت النيزوفارينكس والتراكية تطلعها بره، انه صح المفروض، بس هذا الميكروب دمر هذه السيلز. كل السيلز عليها سيليا في التراكية والنيزوفارينكس اتدمرت بتوكسين اسمه تراكيال توكسين. تراكيال توكسين. بعد كده يا جماعه الميكروب بيطلع توكسين تاني اسمه ليسال توكسين. ليسال. هذا التوكسين بيدمر جدار التراكية. بيعمل نيكروسس في جدار التراكيه. وانا تاني بتلعبه. يعني الميكروب يا جماعه لازق براحته. لازق براحته ومحدش يطلعه بره. السيلز اللي عليها سيليا اتدمرت بتوكسين اسمه تراكيه التوكسين. وانا تاني بعدين. اما بقى الجدار التراكيه، جدار التراكيه هيحصل له نيكروسس بتوكسين تاني اسمه ليسال توكسين. والليسال توكسين ده لو انت خدته في اي بني ادم وحقنته له في السكن بيحصل نيكروس على طول. فليه اسم تاني. اسمه ديرمو نيكروتيك توكسين. ديرمو نيكروتيك بيعمل في الديرمس نيكروس لو انت حالته. وبعدين وبعد كده يا جماعه الميكروب بيطلع التوكسين رقم ثلاثه اسمه الهيمولايسين. وخلي بالك التوكسين رقم ثلاثه الهيمولايسين ده هيدخل على الدم مباشره. طبعا هو هيدخل الدم مباشره ازاي؟ اذا كان الميكروب موجود ولازق على التراكيه. تراكيه ايه يا بيه؟ ده السيلز بتاع التراكيه اتكسرت بتوكسين اسمه تراكيه التوكسين. وبدأ التراكيه حصل له نكروسس بحاجه اسمها ليسل. فالهيمولايسين ده بيدخل مباشره على الدم. بيدخل ويعدي جدار التراكيه ومباشره على الدم. اسمه هيمولايسين. بيعمل هيموليسيس. بيعمل هيموليسيس ولقوه بيقتل الماكروفاج. غير انه بيعمل هيموليسيس بيقتل الماكروفاج فيقلل الفاجوسيتوسيس. رقم اربعه بقى ايه اللي يحصل؟ رقم اربعه يطلع من الميكروب ده توكسين اسمه برتاسس توكسين. برتاسس.
وهو ده التوكسين المشهور للميكروب، توكسين اسمه برتاسس توكسين. برتاسس التوكسين ده يعدي عادي جدا ويدخل الدم من جدار الترافيه اللي متخرم، ده اسمه برتاسس توكسين. هذا التوكسين ما بيمشي في الدم، هذا التوكسين بيمشي في الدم، هذا التوكسين يا جماعه بيمشي في الدم. وبعدين اي خليه يقابلها التوكسين ده بيدخل جواها، بيدخل جواها يزود حاجه اسمها سايكليك ام بي. هذا التوكسين بيدخل جوا خلايا الجسم بيعمل خلل في سايكليك ام بي. انا خدنا سايكليك ام بي ده قبل كده، انا فاكره خدناه في الكوليرا توكسين. بالمناسبه مع سايكليك ام بي ده وظيفته بيشغل الجينات بتاعت الخليه، بيشغل الجينات يسموه سكند شنجر. لو سايكليك ام بي جوه خليه حصل فيه خلل، تاكد ان حصل في الخليه ايه؟ خلل. حصل في الخليه خلل. يا ترى اديني امثله كده لخليه حصل فيها خلل، مثلا خلايا البنكرياس. خلايا البنكرياس يا جماعه لما يدخل فيها التوكسين ده بيزود الانسولين سكريشن، يزود الهستامين ريليز من الماست سيل. يعني بيحصل خلل جوه الخليه، بس الخلل اللي يهمني هو خلل مناعي بقى. ان خلايا المناعه شغلها بيوقف لمده اسبوعين. وقال لي تاني يا دكتور عمرو، التوكسين ده بيوقف مناعه جسمنا لمده اسبوعين. النقطه دي مهمه قوي، نبتدي من الاول يا جماعه من الاول. هو الميكروب يا جماعه دخل دروبلت، دخل دروبلت ولزق في جدار تراكيه وطلع توكسين كسر السيلز بتاع تراكيه سيليتد بس ما طلعش على بره. توكسين اسمه ايه؟ تراكيال توكسين. وعمل نكروس في جدار تراكيه، ده حاجه اسمها ليسا توكسين. وبعد كده الهيمولايسين دخل والبرتاسس توكسين دخل. البرتاسس توكسين يؤدي الى خلايا المناعه لمده قد ايه؟ اسبوعين. حته بقى ان بيحصل خلل في البنكرياس وفي الماست سيل والاستمر ليز كلام حلو، ده امثله. بس الخلل اللي يهمني هو خلل في الفاجوسيتوسيس وخلل مناعي لمده اسبوعين. وايه المشكله لما يحصل خلل مناعي يعني؟ لما يحصل خلل مناعي في الماكروفاج والتي سيل والانتي بودي لمده اسبوعين كده الميكروب هيتكاثر. يتكاثر يتكاثر براحتك. الميكروب يا جماعه هيتكاثر يتكاثر يتكاثر يوصل لمناخير الطفل. تيجي تبص على الطفل تلاقي عفن، عفن فعلا. مالي زوره ووصل لمناخيره. تخيل منظر العفن. وقال لي طعم ينفع واحد يعفن؟ اه ينفع. ينفع واحد يعفن لما المناعه تقف. تلاقي عفن مالي من اول زوره لمناخيره. طب المناعه مش هتشتغل بعد اسبوعين؟ اه المناعه هتسترجع شغلها بعد اسبوعين. والمناعة لما تشتغل هتقتل العفن ده كله. ويا ريتها ما اشتغلت. قال لي ليه؟ لأن كل هذه البكتيريا عبارة عن بكتيريا جرام نيجاتيف، جرام نيجاتيف. والجرام نيجاتيف معروف يا بيه إنه عنده أوتر ممبرين جواه سم اسمه إندوتوكسين. لا تاني بالراحة. كل هذه البكتيريا اللي معفنة جرام نيجاتيف عندها أوتر ممبرين جواه إندوتوكسين. فلما المناعة ترجع تشتغل بعد أسبوعين، لما المناعة ترجع تشتغل بعد اسبوعين هذه البكتيريا كلها هتفرقع، هتفرقع في وقت واحد، هيطلع كمية اندوتوكسين رهيبة. دكتور عم تاني، هي التوكسين بتاع الميكروب حاجتين، اكسو و اندو. الاكسو كم واحد؟ أربعة. أربعة. وبعد ما يطلع الاكسوكسين أربعة، وبعد ما يطلع البرتاسس وقف معاه لمدة أسبوعين، الميكروب هيعفن، هيعمل عفن. وبعدين لما يحصل عفن بعد اسبوعين مناعه تشتغل تقضي على هذه البكتيريا تفرقعها في وقت واحد فيطلع كميه ان توكسين رهيبه. بالمناسبه مع الان توكسين ده مش لايبو بولي سكرايد، لايبو اولوجي سكرايد. الناس اللي عايزه تدقق يعني كبر دماغك منك. الان توكسين ده هيعمل ايه بقى؟ ركز معايا. اول حاجه هيحصل للطفل ده سخونيه فوق ما تتخيل، سخونيه فوق ما تتخيل. وهذه الان توكسين اللي طلعت في وقت واحد هتجرح جدار التراكيه، يعني هتقع كده في التراكيه ويحصل في السيلز بتاعه التراكيه تحت بقى البرونكس هيحصل لكل خلايا دي انجري وإديمة. التوكسين ده هيعمل إديمة وانجري في البرونكس تحت. تخيل المنظر؟ انجري جامد وإديمة في التراكيه والبرونكس. التوكسين ده طلع في وقت واحد. فالتوكسين ده بيعمل حراره سخونيه وهيعمل انجري وإديمة في جدار التراكيه والبرونكس. تعالوا نشوف مع بعض المرض بتاعنا اسمه ايه بقى؟ المرض يا جماعه بتاعنا اسمه ووبين كاف، ووبين كاف السعال الديكي. ووبين كاف السعال الديكي. هي كلمة ووب معناها ايه؟
واحد يقول انا عارف اوب معناه صوت المسمار. هو المسمار بيطلع صوت ليه؟ انا عارف عشان رفيع وضيق وبننفخ فيه هواء كتير. المسمار بيطلع صوت لان هو ضيق فتحه ضيقه وتنفخ فيه هواء كتير. طب هو اوبن كاف اسمها سعاد ديكي، مش دي ترجمه غلط؟ تعالى نشوف مع بعض سموها سعاد ديكي ليه. اول حاجه معنا بكتيريا بيظهر اعراضها بعد اسبوعين، بتدخل الجسم وتبدا تطلع الاربعه توكسين دول، تقعد اسبوع تطلعهم. يعني لما يطلع الاربعه توكسين فيها اسبوعين، هي دي فتره الانكوبيشن بيريد. انا لما يطلع الاربعه توكسين فيها اسبوعين. هذا الشخص يا جماعه هيشتكي من مرحلتين. اول مرحله هيعيشها اسمها كتارا الفيس، كتارا. اول مرحله اسمها كتارا الفيس، ومناسبة يا جماعه جايه من كلمه اسمها كتارا الانفلاميشن. تاني مرحله اسمها باروكسيزما الفيس، باروكسيزما. كلنا عارفين باروكسيزم يعني ايه؟ حاجه كده بتحصل على فترات. الشخص ده بعد ما يعدي اسبوعين هيدخل بمرحلتين، كتارا وباروكسيزما. سؤال في امتحان، في الاسبوعين بتوع الانكيوشن بيريود طلع كام توكسين؟ اربعه. بياخدوا قد ايه الاربعه توكسين عشان يطلعوا؟ اسبوعين، اللي هي فتره الحضانه. وبعدين الانسان يدخل في مرحلتين، وكل مرحله تقعد اسبوعين، دي اسبوعين ودي اسبوعين، وبعدين اللي يحصل يخف؟ لا يموت بقى، يروح ربنا. يروح لربنا في عليه كده. بعدين هو مفيش علاج؟ العلاج لو اتاخد وقف المرض على طول. بنسبه 100% العلاج بيقضي على البكتيريا. طيب اسبوعين. يا ترى في هذه المرحله هيعمل بيشتكي من ايه؟ من حاجتين مهمين قوي. حاجتين انا يهموني. سيبك من مذاكره وكتاب، ايه هم بقى؟ العيان عنده عفن هنا، هو في كتار الانفلاميشن والبكتيريا عامله عفن في اول اسبوعين، في عفن هنا. عفن من اول تركيه ليه مناخيره، هو السؤال العفن ده بيقعد اسبوعين ليه؟ ايه اللي هيحصل بعد اسبوعين ويخلي العفن ده ينتهي؟ المناعه ترجع تشتغل. هو مين اللي كان وقف المناعه؟ بالتاسس توكسس. فالعيان ده يقول لك بيكح، في كف، في حاجه واقفه في زوره. وشويه راينايتس، العفن واصل مناخيره. يعني بشكل حاجتين، كف وراينايتس. كف وراينايتس، دكتور عم بيسخن ويبقى عنده ماليز، يعني ماليز يعني اعياء. عادي كل الناس بتسخن وكل الناس عندها اعياء من غير اي حاجه. انتوا نفسكم تعبانين. ماليز يعني اعياء، كلنا عندنا اعياء، يعني ايه اللي حصل؟ نيجي بقى لما المناعه تشتغل. لما المناعه تشتغل ايه اللي هيحصل؟ البكتيريا هتموت، تطلع عين توكسين، يعمل انجلو ايديا في التراكيه والبرونكس، لان المكان هيقع فيه التوكسين. عارف يعني ايه ايديا في البرونكس؟ يعني مجرى الهواء ده، مجرى الهواء ده. الطفل ده يقعد يكح، يقعد يكح. بس يا جماعه بعد ما يكح يقول لك حب بقى اتنفس، هو مش هيقعد يكح على طول. هنا عنده حاجه اسمها باروكسيزمال كاف، يوقف كحه شويه ويجي بقى ياخد تنفس، يعمل اسبيريشن. مجرى الهواء ضيق، ده الصوت اللي بيعمله وهو بياخد الهواء، صوت مسمار. حب على ايه يا جماعه؟ ده الصوت اللي بيعمله عشان هو يعدي من تراكيه وبرونكس، يسموه انسبيراتوري ووب. انسبيراتوري ووب، الصوت ده خلى ان احنا لما نسمعه نحس ان واحد اشبه بالديك. معلش تعالى دي ثقافتنا. من هنا جت كلمه السعاد ديك. لما دكاتره الاطفال شافوا واحد بيتنفس بالطريقه دي قال لك اه شبه ديك اهو. يبقى تاني يا جماعه مع بعض، تاني مع بعض نتكلم بقى. العيان ده الكوميشن بيقول كام اسبوع؟ اسبوعين. بعد الاسبوعين عدى على مرحلتين، كتارا وباروكسيزما. كل مرحله قعدت كام اسبوع؟ كل مرحله قعدت اسبوعين. في اول مرحله كان بيشتكي من حاجات كتير، بس اهم حاجتين عندي الكحه والرنايتس، العفن واصل من هنا لهنا. راجل معفن. وبعد ما العفن مات وحصل ان التوكسين طلع، لما التوكسين طلع بقى البرونكس والتراكيه حصل لها اديمه. فعنده كحه بس عنده حاجه اسمها اسبيراتوري ووب. وريتك الصوت سمعته؟ مش هعيده. طيب النقط اللي ورايا معاك. سؤال جه في امتحان مره. قال لهم مكتوب عندكم مذكره. فين المرحله اللي بيحصل فيها كولونيزيشن البكتيريا؟ كولونيزيشن يعني تعمل كل المعافيه. كتار. فين المرحله اللي بيحصل فيها اندوتوكسين ريليز؟ وصل يا جماعه؟ هنا بيحصل كولونيزيشن. طب ازاي البكتيريا بتعمل عفن؟ المناعه واقفه لمده اسبوعين. ومين وقفها؟ التوكسين ده اللي اسمه برتاسس توكسين.
طب وبعدين هنا طلع توكسين، هو سبب القصه اندو توكسين. نعيد تاني نعم. يبقى التوكسين بتاع هذه البكتيريا اكسو واندو، مين بيطلع الاول؟ اكسو. اكسو اول واحد دمر السيلز بتاع ترابيا سيليتد هو مين؟ ترابيا توكسين. واللي عمل نكروس في الدرجه الترابيه ليس ساعات يسموه ديرمو نكروتك. ليه؟ لانك لو حملته في ديرمس بيحصل نكروس. الهيمولايسين دخل كسر ريد بلاد سيلز وقلل الفاجوسيتوسيس والماكروفاش. البرتوسيتوكسين دخل عمل ديستربنس الخلايا كلها، بس اهم خلايا عندنا هي الماكروفاج وبقيه المناعه. وقفت لمده قد ايه؟ اسبوعين. نيجي على الدايجنوست يا جماعه. الوقت يا جماعه لما تلاقي واد معفن وفي عفن في زوره، عايزاك تضربه وتقول له يا معفن، ما بتعمل ايه؟ تاخد مسحه من زوره نيزو فرنجل اسوان، يعني هات عصايه كده قطنه وافتح بقه. يقول لك بقى بتعمل ايه يا عمو؟ قول له واحد تف جوه، بشيل التفه اعمل نيزو فرنجل اسوان. ونشرح الفيلم ونشرح الكالشر. حد يسأل؟ نشرح الفيلم ونشرح الكالشر. نشرح يا جماعه الفيلم والكالشر. في نقطة مكتوبة في الآخر اللي هي سيرولوجيكال. سؤال يا جماعة وركزوا معايا الناس اللي بتفكر. احنا ممكن ندور في بعض البكتيريا على انتي بودي عشان نسبة المرض. انتي بودي. تفتكر يا جماعة العيان ده لو ما خدش علاج هيموت بعد قد ايه؟ شهر. ندور فيه على الام انتي بودي ولا الجي؟ مين بيطلع الأول؟ ام. ندور على الام انتي بودي. طب ما ندور على الجي، الجي ده حلو. ما فيش حد بيوصل للجي الا لو خف او مات. جي مين؟ طب احنا مش احنا قلنا ان في انتي بودي بيحمي اي تراكت اللي هو الايه؟ دور على الاي انتي بودي. ماشي، يعني ممكن تدور على الام في الدم وعلى الاي انتي بودي هنا. دور على تو انتي بودي ميكروب ام واي. حذر يا جماعه، حد يقول في امتحان جي زعلنا قوي. نيجي للفاكسين. كلكم عمركم هيجي لكم ساعات دي، طول ما انتوا بتدفعوا فلوس وبتاخدوا الفاكسين كل 10 سنين. في فاكسين عندنا مشهور اسمه التطعيم الثلاثي. التطعيم الثلاثي. التطعيم الثلاثي عباره عن تطعيم ضد ثلاث امراض اسمه الدي بي تي. هي حقنه فيها ثلاث تطعيمات. تطعيم الدفتريا. تطعيم البرتسس اللي هو السعال الديدي. وتطعيم التيتانوس. تطعيم دفتريا، برتسس، وتيتانوس. تطعيم بس انا معيش فلوس. خلاص اللي معهوش فلوس نقدم له تطعيم البرتسس لوحده بثلث الثمن. لكل الناس النكمه اللي معهاش فلوس نقدم لهم تطعيم برتسس لوحده. الطعام ما بتعملوش ازاي بقى لوحده؟ بنديك التوكسين بتاع برتسس بايظ. بديك توكسين بايظ. طعم لا تاني. بديك توكسين بتاع برتسس بايظ. تفتكر اي واحد بيديهولك؟ بديك برتسس توكسين. برتسس. طبعا مكتوب عندنا ان الفاكسين ده اسمه اسيلولر. اسيلولر يعني اصح ما بديك توكسين، مش هديك البكتيريا سيل. يعني انا بقول لك اسيلولر تفهم لوحدك، المفروض ما اشرحلكش. اسيلولر فاكسين يعني حالتك بتوكسين وليس ببكتيريا سيل. اسيلولر كفايه عليها كده. نقلب صفحه. خلصنا بقى مع بعض بروتيلا. هنتكلم مع بعض المخلص بقى. لا مفيش وقت نجيب ورق، ما جابش خلاص، معلش حكم عليا انا غلط في السنتر في ورق. انا النهارده ان شاء الله اسهر وما بعملش ورق خالص. الغلط مني انا. الغلط مني انا مش منهم خالص، موضوع الورق الغلط مني انا لان ما ليش وقت فعلا. معلش حكم عليا. هحاول النهارده اعمل 20 ورق خالص. واحاول ازود ميعاد تاني سبت واثنين واربع الصبح. ان شاء الله على النهارده ازود ميعاد خلاص اكيد. بصوا معايا يا جماعه، نتكلم مع بعض على بكتيريا اسمها هيموفيلس. ودي اخر واحده تبع كوكو باسيلاي. نتكلم مع بعض على الهيموفلس. ودي اخر واحده تبع كوكو باسيلاي. وبعد كده ندخل على اخر كام بكتيريا. خلاص قربنا نخلص البكتيريا. لساننا كتير فيه السل. هو السل اسمه طاعون ايه؟ هنتكلم مع بعض على الهيموفلس. الكلمات بتاع الهيموفلس من الترم الاول كنا كنا طماعين محتاجين 10% سوء طول. قلنا بيحبوا الشوكولاته، انا فاكر كل حاجه. قلنا بيحبوا الشوكولاته. قلنا طول عمرهم سلبيين. قلنا يعني سلبيين يعني جرام نيجاتيف. قلنا اللي هم بره الطب، طب كويسين. نتكلم مع بعض عن الهيموفلس.
الهيموفلس يا جماعه المورفولوجي از بيفور، انا شرحته خلاص. المورفولوجي بتاع الهيموفلس از بيفور، بس هفكرك بنقطه صغيره. كل كوكاي وكل كوكو باسيلاي نمو طيب. كل كوكاي وكل كوكو باسيلاي نمو طيب. كل بكتيريا نون سبورنج معاها اثنين باسيلس وستريديا. طبعا احنا عندنا مشكله في مين البكتيريا عندها كبسول ومين ما عندهاش. طب اكتبوا ورايا معلش اكتبوا ورايا لغايه ما نبدا الهيموفلس بس. اكتبوا ورايا مين البكتيريا عندها كبسول في بالك كله. احنا كده خدناهم كلهم خلاص. عايزين نعرف مع بعض مين البكتيريا اللي عندها كبسول. انا عارف ان في ناس عندها تقول لك بنسى مين عنده كبسول ومين ما عندوش. ومش قادر استنى اخد كلمه بكتيريا، انا لسه هستنى. انا مزنوق. اول نقطه يا جماعه عندنا بكتيريا اسمها كلوستريديم بيرفرنجيس عندها كبسول. ما انت لو عقلك بتفهم لازم تفهم ان البكتيريا اللي عندها كبسول في المنهج يا جماعه كلمه كبسول. اول حاجه كلوستريديم بيرفرنجيس، ما هي يا جماعه كلمه للحرف. احنا المفروض في الاخر كلمه بكتيريا ما تتقالوش. اكتبوها ورانا عندنا مع بعض البكتيريا اللي عندها كبسول كلوستريديم بيرفرنجيس. وعندنا مع بعض الانثراكس، الانثراكس بكتيريا كبسوليتد. حضرتك طبعا تاني. انا بجمع لك البكتيريا عندها كبسول في المنهج عشان نخلص. انا جاي قلنا كوكاي وكوكو وسلام مطيل والبصلاي جرام نيجاتيف بحرف او. البكتيريا نان سبوري. دول مع بعض البكتيريا عندها كبسول، اول واحده كلوستيديم بير فرنجيز. كلوستيديم بير فرنجيز. الاي عباره عن الانثراكس. طب والبي؟ البي يا جماعه بوردوتيلا. بوردوتيلا. برتصص. طبعا بس مش ماشيه البي مع بي دي، خليها برتصص وتمشي. البي بوردوتيلا. برتصص احنا درسناها. طب والاس؟ الاس يا جماعه الاستاف اورياس، اكيد استاف اورياس؟ الاستاف اورياس وكل الستريبت ما عدا مين؟ حد يعرفها؟ الستريبت ما عدا واحده. ما عدا الفيريدانس. برافو عليك في كسبك تمشي بس الفيريدانس دي فلورا. تاني مع بعض. البكتيريا اللي عندها كبسول في منها كلوستيديم بيرفرنجيز. والاي عباره عن انثراكس. والبي برتصص. الاس الاستاف اورياس. استاف اورياس. والستريبت بعد الفيريدانس. وهنطعم وبعدين بصوا معايا بقى. احنا خدنا اليرسينيا يا جماعه صح؟ خدنا اليرسينيا. وخدنا اللاكتوس فيرمنتر، حد فاكرهم؟ اللاكتوس فيرمنتر في حرف ايه؟ اه كلهم عندهم كبسول. وفي حاجات إلس، حد فاهم يعني إلس هنا؟ حاجات أخرى. عمرنا ما ننسى في الحاجات الأخرى هن. عمرنا ما ننسى هن. هن هي الحاجات الأخرى بالنسبة لنا. طعم الشرب حاجة معلش يا جماعة مش اليوم يرسينيا والإل لاكتوس فيرمنتر والإي إلس اللي هما هن. ما هي هتنسى دي مش هتنسى. إلس حاجات أخرى اللي هما هن. هي دي البكتيريا اللي عندها كبسول في المنهج والباقي ما هو كبسوليتد. طب والشيب بتاع البكتيريا نحفظه ازاي؟ في كلمه اسمها شيب ناخدها لسه. وقفوا كلامي انا شكلي هصلح حاجه اسكت. وبعد كده كل ده هنشيله ونقول كلمه اسمها هنزل بشيب البكتيريا. بس كلمه البكتيريا كبيره قوي. انا مش بتحفظ بس المورفولوجي، بتحفظ مورفولوجي وكالشر. يبقى عندنا مع بعض البكتيريا اللي عندها كبسول. البكتيريا اللي عندها كبسول. انا كان المفروض ازود معاد النهارده بس المشكله بس حصلت معلش هتعمل النهارده حصلت. البكتيريا اللي عندها كبسول يا جماعه كلمه كبسول. البكتيريا يا جماعه اللي عندها كبسول يا جماعه كلمه كبسول. عندنا مع بعض كلوستيديم بيرفرنجيس اللي هي انثراكس استاف اورياس استريبت معناها فيريدانس بوردوتيلا برتصص يرسينيا لاكتوس فيرمنتر وايلس. ايلس اللي هم مين؟ هن. اياك تنسى هن. واللي بيفهم هن لازم عندهم كبسول عشان يقوي. المهم مش ضغط يطمن ينفع للمخلص. خلاص انا هنجز الصحيفه نرجع لموضوعنا يا جماعه خلاص. هنتكلم عن الهيموفلس يا جماعه المورفولوجي از بيفور. يعني خدناه في كوكو بصلاي ما خدناهوش لسه هناخده اللي انت عايزه. بالنسبه يا جماعه للريكوايرمنت الهيموفلس
هي والنيسيريا حبايب. كنا جمعنا مع بعض الهيموبلس والنيسيريا، قلنا هن مميزين، جم مع بعض كتير قوي في البنها. طبعا جم مع بعض فين؟ الناس الدحيح هنا قول لهم فين؟ أول مرة خدنا هن مع بعض، أول مرة خدناهم مع بعض، خدناهم في حاجة اسمها ترانسفورميشن. لما قلنا هن اللي هي الهيموبلس والنيسيريا ممكن يسرقوا الدي ان ايه بتاع خطوبة اللي ماتت. دي أول مرة جم مع بعض. كل البكتيريا عمرها ما تسرق زمايلها بعد الموت. الاثنين الوحيدين اللي ممكن يطمعوا في الدين بتاع خصوم اللي ماتت خصوم البكتيريا هم هن. دي كانت أول مرة خدناهم. تاني مرة خدنا هن مع بعض لما قلنا هن عندهم كبسول بوليسكارايد. كبسول هم بوليسكارايد. فلما تيجي تطعم الأطفال بكبسول بوليسكارايد مش هينفع. لازم تلزقه على بروتين وده اسمه كونجوجيت فاكسين. أنا مش فاكر حاجة الطعم. طب نرجع الموضوع أحسن إن فريسكي مش فاهم. نبدا مع بعض الهيموفلس. هو يا جماعه كلمه الهيموفلس جت من فين؟ كلمه فيلك بيحب. كلمه فيلك بيحب. وبمناسبه سنتر العام انتوا رايحينه مكتوب عليه ايه؟ لاف نورا. ايه تقريبا احمد؟ سنتر تروحين العملي مكتوب على اليافطه بتاعته من فوق عشان تعرفوه وانتوا رايحين النهارده احمد لاف نورا. لا بيعجبني الكلام ده والله. يبقى عندنا مع بعض كلمه فيلك بيحب. كلمه هيم بيحب الدم. كلمة هيم بيحب الدم. يبقى احنا نقول مع بعض ميكروب اسمه هيموفلس يعني بيحب الدم. يعني ممكن تحرمه من أي حاجة في الدنيا إلا الدم، يحب الدم عشان يعيش عليه. ميكروب اسمه هيموفلس بيحب الدم. هذا الميكروب لا ينمو على الأوردينري ميديا. لا ينمو على الأوردينري ميديا، كل ركز معايا. هو ليه سموه هيموفلس بقى بيحب الدم؟ قال لك الميكروب ده محتاج حاجتين مش موجودين إلا جوه الريد بلاس سيلز. ركزوا معايا يا شباب. هذا الميكروب بيحتاج حاجتين مش موجودين جوه الريد بلاس سيلز، يا ريت حتى نرسم وتركزوا معايا. ميكروبنا بيحتاج حاجتين مش موجودين جوه الريد بلاس سيلز. أول حاجة الميكروب بيحتاج ناد بطعم الناد اللي هو بتاع الهيدروجين كارير اللي بيشيله لبره. بطعم الناد ده موجود في أي حتة، ممكن نلاقيه جوه الريد بلاس سيلز أو بره. صح. الناد ممكن يبقى جوه الريد بلاس سيلز أو بره. بس يا جماعه ميكروب الهيموفلس وفي نوع مشهور من الهيموفلس اعراضه زي الانفلونزا اسمه هيموفلس انفلونزا، ده مشهور قوي. اشهر انواع الهيموفلس اسمها هيموفلس انفلونزا، اعراضها شبيهه بالانفلونزا فيروس. انا الميكروب ده بيحب ناد وبيحب الهيماتين. بس انتوا مش واخدين بالكم الهيماتين دي كلمه كبيره قوي. هيماتين هيمن وخلاص. هيمن وانت تفهم وانا اشرح لك يعني. يبقى الميكروب ده بيحب الناد والهيماتين. والهيماتين ده مش موجود الا جوه الريد بلاسلز بس. بس. يعني الناد ممكن الاقيه بره، اما الهيماتين استحاله الاقيه بره. الناد ده يا جماعه اسمه فاكتور في، حتى كلمه ان قريبه من في شويه، والهيماتين فاكتور اكس. ده مجرد اسماء، الناد اسمه فاكتور في والهيماتين فاكتور اكس. يبقى ميكروبنا يا جماعه عشان يعيش لازم ياخد ناد وهيماتين، الناد ممكن يلاقيه في اي حته انا معاه. اما الهيماتين الهيمن مش موجود الا جوه الريد بلاس سيلز بس. طيب نبدا مع بعض نجيب طبق دم اهو، وعندك واحد طبق وحط فيه دم. الطبق ده هنملاه دم. طبق ومليناه دم. ونجيب الميكروب الهيموفلس نحطه على طبق البلاط. ميكروب الهيموفلس لن ينمو على طبق البلاط. بتترمي ازاي؟ ده اسمه هيموفلس بيحب الدم. محتاج حاجات جوه الريد بلاس سيلز، ازاي لما احطه على طبق فيه دم لا ينمو؟ هو كده. لا ينمو على الريد بلاس سيلز. ليه بقى؟ لان هذا الميكروب غير قادر انه يحصل على الاكل بتاعه. ليه؟ لان الريد بلاس سيلز يا جماعه ليها ممبرين، والميكروب بيشوف الاكل قدامه وبيعيط. لك حد يجيبه لي، حد يجيب لي من جوه الهيماتين والناد. ميكروبنا غير قادر ان هو يكسر الريد بلاس سيلز ويجيب الاكل بتاعه من جوه. لازم نساعده. هنساعده ازاي؟ لازم اساعده واكسر له الممبرين بتاع الريد بلاس سيلز. ازاي يعني؟ بنجيب الدم نحطه على النار 3 دقايق. النار لما تحط الدم على النار 3 دقايق الريد بلاس سيلز تتكسر. لما تجيب طبق دم تحطه على النار 3 دقايق، جربوها مره، هات شويه دم منك حطهم على النار 3 دقايق. هتلاقي الريد بلاس سيلز اتكسرت والدم ما عادش لونه احمر. بقى لونه بني. الدم ما عادش لونه احمر، بقى لونه بني. شبه لون الشوكولاته الخالق الناطق. نفس لون شوكولاته الجلاكسي بالظبط، مفيش فرق. وفي الحاله ديت ما عادش اسمه بلاد، بقى
بقى اسمه شوكليت ميديا. وده طبق بينزل لكم في امتحانات العمل والسكاشن. لكل الناس اللي فاكرين طبق ده شوكولاته. لكل الناس اللي خدوا منه الاحسن. ده اسوأ انواع الشوكولاته. ده عباره عن دم مسخن عشان يطلع الناتج المتين. من اول نقطه يا جماعه، هل ميكروب الهيموفيلس ينمو على البلاط؟ لا، لا ينمو على البلاط، لا ينمو على البلاط ابدا. وصلت؟ بس هي على حاجه اسمها شوكليت ميديا. مين الشوكليت ميديا ده؟ ده اسوأ انواع الشوكولاته. لكل فيميل اللي هياخد منه الاحسن، ده اسوأ انواع الشوكولاته. ده عباره عن دم مسخن. طب سخناه ليه؟ عشان اطلع الهيموفيلس بره. الناس اللي ذاكر من الكتاب، الناس اللي ذاكر من الكتاب، في عندك بس حته صغيره متلخبطه بس. مكتوب عندك في الكتاب ان الناد ده موجود جوه الريد بلاستيز وعمره ما يطلع. والهيماتين بنلاقيه بره ساعات، لا هي معكوسه. يعني العقل بيقول انها معكوسه، الهيماتين جوه الريد بلاستيز، مين ممكن يطلع؟ الناد اللي هي بره. تعالوا طب سؤال صغير، ما ينفعش ابدا الميكروب بتاعنا ينمو على طبق بلاط؟ ينفع في حاله واحده. ايه هي بقى؟ عشان ميكروبك ينمو على طبق بلاط، هات له في النص ميكروب اسمه ستاف اوريوس. حط له في النص ميكروب اسمه ستاف اوريوس. وقال له بعدين معروف يا جماعه ستاف اوريوس انه بيكسر الدم، بيطلع هيموليسيس، بيكسر الدم. حط في نص طبق البلاط ستاف اوريوس. حد فاكر البايوكيميكال ريكشن بتاع ستاف اوريوس؟ ستاف كوت فوكو كات باي هيموليسيس، اهو بيعمل هيموليسيس. برافو عليك. وبعد كده هات يا جماعه الهيموفلس جنبيه، هات الهيموفلس انفلونزا جنبيه. سبحان الله، الهيموفلس انفلونزا هيطلع جنبيه. وليه الطعم هيطلع جنبيه ليه؟ لان الستيف اوريوس كسر له الدم. الطعم طب احنا لو موتنا الستيف اوريوس ده هيموت. لان ده عايش ورا ده. ده عايش ورا ده تابع ليه. تابع ليه اسمها ساتلايت. ساتلايت كانه تابع ليه، فاهمينها؟ تابع زي ما بنقول القمر تابع للارض. فده نفس المنظر، ده ساتلايت تابع للستيف اوريوس. يعني الستيف اوريوس هي اللي بتمده بالحياه. كأنك كوكب، كأنك شمس والملوك كواكبه، هي دي بالظبط. ماشي يا جماعة. نرجع لموضوعنا. هنتكلم مع بعض عن الهيموفلس. أول هيموفلس عندنا وأشهرهم هيموفلس إنفلونزا. هيموفلس إنفلونزا بتحتاج الإكس والفي. لا نركز مع بعض أحسن. هيموفلس إنفلونزا بتحتاج الإكس والفي. عندك نوع تاني اسمه برا إنفلونزا بتحتاج الفي بس. والنوع اسمه هيموفلس بكرياي. ده هناخده إن شاء الله بيعمل مرض اسمه الشنكرويد. ده محتاج الاكس فاكتور. طيب نبدا مع بعض هيموفلس انفلونزا. نبدا مع بعض بالهيموفلس انفلونزا. اللي بيتكلم معاه خلاص. نبدا مع بعض بالهيموفلس انفلونزا. هيموفلس انفلونزا يا جماعه في منها انواع نون كابسوليتي. في منها انواع ما عندهاش كبسول. نون كابسوليتي. ودي عباره عن فلورا ممكن نلاقيها عند بعض الناس. في هيموفلس انفلونزا نون كابسوليت، دي عباره عن فلورا. وفي هيموفلس انفلونزا عندها كبسول. عندها كبسول. ولقوا ان الهيموفلس انفلونزا اللي عندها كبسول لقوا منها ستة تايبس، ستة انواع. ستة تايبس. الستة انواع دول يختلفوا عن بعض في الاستراكشر بتاع الكبسول، ازاي يعني؟ يعني ممكن الاقي كبسول بولي ريبوز، بولي مالتوز، بولي سكروز. المهم ان كله بوليسكرايد. يعني ده معنى الهيموفلس انفلونزا اللي عندها كبسول في منها كام نوع؟ ستة انواع. ستة انواع. اشهرهم نوع عنده كبسول بولي ريبوز، بولي ريبوز. فيسموها هيموفلس انفلونزا تايب بي. هيموفلس انفلونزا تايب بي. طبعا في A و C اعملها بقى. ثلاث طعام. الهيموفلس انفلونزا عندها كبسول في منها ستة انواع. الكتاب بيقول معلومة محترمة جدا. بيقول لك الكبسوليتد تايبابل في منهم انواع. والنون كابسوليتد مفيش منهم تايبابل، مفيش منهم انواع. فاهمينها يا جماعه؟ طيب مره يجي لي ناس سؤال اتكلموا عن الهيب اتش اي بي والناس تقول لك ما خدناهاش واللي قاعد يالف الهيب جوينت ويالف وده اختصار عندنا مشهور اتش اي بي هيموفلس انفلونزا تايب بي اللي هي اخطر واحده اللي ساعات بنلاقيها في نسبه من 3 ل 7% في ناس نورمال ككاريا ليها كاريا شايلينها. بالمناسبه يا جماعه في اطفال كتير قوي في مصر الايام ديت بيموتوا من الجايتس. أطفال كتير في مصر بيموتوا بمننجايتس. وللأسف هذه البكتيريا النهارده هي المسؤولة عن المننجايتس في الأطفال اللي من سنتين. واحد يقول لي هو ليها فاكسين؟ اه ليها فاكسين بس للأسف ما ياخدوش مجاني، ادفع حسابه. طلعت جرعة ب 500. اللي عنده طفل صغير
طفل صغير يموتوا ايه؟ يروح يتعبوا يتعبوا في عيادة اي دكتور اطفال على حسابه. ده حاجه اسمها الاتش اي بي، انا ما بهربش يا ماما والله. طيب نشوف مع بعض امراض الاتش اي بي بقى. اول حاجه البكتيريا ديت بتعمل بكتيريميا اوستومايلايتس وسي ان اس، واخده اعراض البص للاطفال الصغيرين. بكتيريميا اوستومايلايتس وسي ان اس، افتكروا معايا ان البكتيريا ديت مشهوره بالسي ان اس، بتعمل مننجايتس وتموت اطفال اقل من سنتين، مشهوره. هي بكتيريا بتنقل بالهواء، بتعمل بكتيريميا اوستومايلايتس وسي ان اس، مشهوره جدا. بالمناسبة يعني النون تايبابول اللي هو ما عندوش كبسول بيعملوا شوية أعراض بقى هي بهبلة، ساينوسايتس، أوتيتس ميديا، يعني حاجات هبلة ما بتلمناش. المهم نركز على مين؟ المفلس انفلونزا تايب بي. بالنسبة يا جماعة للدياجنوسيس، الدياجنوسيس بكتيريا يا جماعة بتعمل بكتيريميا يبقى سامبل إيه؟ بلاد. طب تعمل سي إن إس؟ سي إس إس، وأعمل فن وأعمل كالشر وأقول إن ليها مفلس انفلونزا. بس في نقطة، مين أشهر واحدة أقوى واحدة فيهم؟ المفرس انفلونزا تايب بي. يعني أنت لما تقول دي مفرس انفلونزا بالفيلم والكارشر هتلاقي الدكتور بيقول لك أي نوع فيهم يا ابني، أي نوع. عشان تعرف أي نوع، إحنا عندنا ست أنواع من الكبسول، تأكد إن الشركات مصنعة ستة أنتيبودي. ستة أنتيبودي الشركات مصنعاها. ستة أنتيبودي، لكل تايب ليه أنتيبودي. فاضطر تجرب ستة أنتيبودي واحد ورا واحد. ده اسمه اختبار متعدد، انك تقعد تجرب انتيبودي الاولاني وبعد كده الثاني وبعد كده الثالث عشان تعرف اي نوع من الهيموفلس انفلونزا ديت. ده اسمه كولينج رياكشن، كولينج متعدد، خدناه في الجنرال. كلمه كولينج يعني متعدد. وفي اختبار هناخده في العملي اسمه لاتكس اجلوتينيشن، هنعرف تتعامل ازاي. لاتكس اجلوتينيشن هنعرف في العملي بتتعامل ازاي. لكل الاطفال اللي هيجي لهم المرض ده اعرفوا انهم هيموتوا، هيموتوا. العلاج اللي مكتوب عندك ده هبل هبل، اي بني ادم بيجيله مننجايتس الله يرحمه. ده طبعا مكتوب عندنا ان احنا ندي امبيسيلين للبكتيريا ما تطلعش بيتا لاكتاميز، وندي سيرج جنريشن للفيروس بول اللي بيطلع بيتا لاكتاميز هيموت، ما تقلقش. حد يا جماعه فاكر السيرج جنريشن للفيروس بورين؟ ايوه. اللي هما مين؟ رحنا تقسيم زفت ناكل نقط، رحنا تقسيم زفت ناكل نقط. يا جماعه الدكتور بتسال سؤال حلو، هي البكتيريا ديت ازاي بتعيش جوه الجسم اذا كان هي محتاجه دم معين يتكسر؟ انت اوريدي الريد بلاد سيلز عندك بتتكسر قد ايه؟ اللي مذاكر كويس يعرف ان الريد بلاد سيلز عندك ليها عمر معين، حد عارف كام يوم؟ وبعد كده تروح فين تتكسر؟ الاسبرين، فتطلع حاجات بتاعتك. طيب نجيب مع بعض يا جماعه الفاكسين، يكون عليه سؤال هام جدا، الفاكسين مهم جدا، كل ركز بقى معايا. الفاكسين اكتب عليه مهم جدا، ويا ريت نركز مع بعض في النقطه دي. وعلى ركز في ايه؟ افكرك بالمناعه، معلش. هي مناعه ورانا ورانا. افكرك بحاجه خدناها في المناعه، ايه هي بقى؟ ركزوا معايا. بيقول لك يا جماعه في المناعه خدنا مع بعض ان احنا لو دخل الجسم بروتين انجن مين هياكله؟ الماكروفاج. انا الرسمه ديت قربت احفظها من كتب رسمتها. لو دخل الجسم بروتين هتاكل الماكروفاج، فالماكروفاج مين هيجي يحاسب عليها؟ التي هيلبر اللي هتنشط التي سيل وهتنشط مين؟ البي سيل. القصه دي هتحفظنا كلنا. لو الانجن عباره عن بروتين هيتاكل بالماكروفاج هنشط التي هيلبر، والتي هيلبر بتنشط التي سيل والبي سيل. نفسي اقول لك حاجه، ان البي سيل بعد كده اتحول لبلازما وايه؟ بلازما وبي ميموري. جزء بلازما وجزء بي ميموري. اول معلومه عايز اقولها لك ان التي هيلبر هي المسؤوله انها تدي اوردر للبي سيل تطلع بي ميموري. ركزوا معايا. عشان البي سيل يا جماعه تدي بلازما وبي ميموري، عشان تدي بي ميموري لازم يجي لها اوردر من التي هيلبر. اوردر يعني يا بي سيل حولي بلازما وبي ميموري، ده اوردر من مين؟ من التي هيلبر. انها تدي بي ميموري سيل. النقطة مهمة قوي، الأطفال الصغيرين ما عندهمش بي سيل. الأطفال الصغيرين لسه مولودين ما عندهمش بي سيل شغالة. فسؤال الامتحان اللي هو الشيكن بوكس، ليه الطفل جاله شيكن بوكس وما جالوش أمراض؟ لأن أمه صنعت له جيوت تدهوله عن طريق بلاسنتا. ده سؤال في الامتحان، الناس مش فاهمة حاجة. الأطفال الصغيرين ما عندهمش بي سيل شغالة.
معلش قالت لي وجع عليك. الاطفال الصغيرين ما عندهمش بي سي شغاله. طيب بس عندهم تي سي شغاله. ركزوا معايا. امال لو الانجن بوليس كرايت، لو ادينا الجسم انجن بوليس كرايت ايه اللي هيحصل؟ يخبط بالبي سي. هيروح يخبط في مين؟ هيروح يخبط في البي سي على طول فيتحول لبلازما وجزء بيمر بسيط، جزء بيمر بسيط. يبقى لو ادينا انجن بوليس كرايت هيروح يخبط في البي سيل تحول لبلازما وبيمر بسيط. المسؤول ان البي مور تتكون هيبتدي هدف. نرجع للبكتيريا اللي اسمها هيموفلس انفلونزا تايب ايه؟ بي. بيقول لك ان هيموفلس انفلونزا تايب بي ده عباره عن بكتيريا كبسولها عباره عن بولي ريبوز. كبسولها بولي ريبوز. ريبيتول فوسفيت. طبعا كفايه بولي ريبوز. ماشي. كبسولها بولي ريبوز وفي حبه ريبيتول وحبه فوسفيت. بي ار بي. ازاي نفعل الناس ضد هذه البكتيريا؟ خلي بالك ده اخطر هيموفلس اللي هي تايب بي. كبسولها بولي ريبوز يعني بولي سكرايت. نطعم الناس ازاي ضد هذه البكتيريا؟ سهل قوي، اروح البكتيريا اقول لها بخ بخ واخد كبسولها. اروح لها اقلعها الكبسول، ارشها بلط. اخد الكبسول بتاعها. الكبسول فاضي يا بيه. هديهولك، جسمك هيكون ضده انتي بودي يحميك، سواء كبسول فاضي او مليان. يبقى هنا التطعيم عباره عن كبسول فاضي، كبسول فاضي. طيب الكبسول الفاضي ده يا جماعه مكون من بولي ريبوز ريبيتول فوسفيت، كبسول فاضي. ده عباره عن كبسول فاضي. كون هذا الكبسول بولي ريبوز يبقى ينطبق عليه اي خاطر ان هو بروتين ولا بولي سكرايد؟ بولي سكرايد، برافو عليك. بولي سكرايد. لما تدي لحد يا جماعه كبسول فاضي هو عباره عن بولي سكرايد، ايه مستو؟ تعال بص على الرسم. لا ما شاء الله عليه. البوليس الكرايد في خبطه واحده بيخبط في مين؟ في البي فيطلع انتو بده بسرعه. ميستو الكبسول اللي هو بوليس الكرايد ميستو يخبط في البي سيل يطلع انتو بده بسرعه. رابط انتو بودي برودكشن. ده ميستو عيبه ايه؟ عيبه انه مش هيصنع بي ميموري بكميه كافيه. ما عداش على مين؟ على التي هيلبر. عيبه التاني ما ينفعش الاطفال اقل من سنتين دي. ما عندهمش بي سي شغاله. طب اقول لك على فكره حلوه. احنا استنى الطفل يعدي سنتين ونديهوله. اذا كان المرض ده مشهور في الاطفال اقل من سنتين. طب هيجي له مرض بعد كده يديله تطعيم. كفايه يا غاد هنا. الفاكسين ده فاشل. فاشل ما ينفعش في الاطفال اقل من سنتين ما عندهمش بي سي شغاله. حلوا لي المشكله دي. حلوا لي المشكلة دي. خدنا في المناعة لما عندك كبسول بوليس كرايت لازم تلزقه على بروتين. يعني هذا الكبسول اللي هو بوليس كرايت ده الزقه على أي حتة بروتين. وده اسمه كونجوجيتيف فاكسين. كونجوجيتيف. هذا الكبسول اللي هو بوليس كرايت ده والزقه على أي حتة بروتين ده اسمه كونجوجيتيف فاكسين. يبقى عندنا مع بعض كبسول بوليسكرايد ملزوع على حته البروتين ده اسمه كونجوجيت. طب يا جماعه لما نجيب بروتين وننزع عليه كبسول كده مين هياكله؟ ماكروفاج. وبعد كده مين هيحسس؟ وبعد كده امر لمين؟ انها تطلع انتي بودي. كده الانتي بودي اتاخرت ده العيب. ان على ما يحصل ده كله الانتي بودي تطلع متاخره شويه. بس في ميزه صنعنا بيه ميموري نشطنا التي سيل. كونك نشطت التي سيل يبقى كده ينفع في الاطفال اللي من سنتين. فهمتوا يا جماعه؟ التطعيم يعني ما فيهوش عيب خالص. في واحد حمار قال لك التطعيم ده بيدي مناعه ضد الهيموفلس انفلونزا تايب بي. قال له ما ما انا حقنت الكبسول بتاعها. قال لك ما بيديش مناعه ضد الاذر هيموفلس. الكتاب خد الكلام ده وحطه عندك. قال لك شفت العيب؟ واخد بالك ان انا كده حصل مناعه ضد الهيموفلس انفلونزا تايب بي بس؟ ما انا حقن الكبسول بتاعها بس. ازاي هيحصل مناعه ضد الاذر هيموفلس؟ معلش الازهر هيموفلس مهمين بقى. عندك هيموفلس اسمها برا انفلونزا دي بتعمل نمونيا دي مع دي بتعمل نمونيا. ينفع اقل من سنتين؟ ايه؟ ينفع اقل من سنتين لو عملت الابلكيشن؟ اللي هو كونجوجيتيف ما دام موجود في مصر 500 جنيه بيتاخد اقل من سنتين. هو لازم يتاخد يا جماعه في الاطفال في الشهر الثاني والرابع والسادس. لو اتاخرت مش مشكله بس الحق اي حد. يا جماعه احنا بنشوف اطفال بالهبل بيموتوا بالبكتيريا دي. للاسف اوروبا وامريكا معفنين مش عايزين يدوهولنا ببلاش. عندنا مع بعض
جت اصل هم بيدوني حاجات كتير تشيكن بوكس ودي بي تي ما جاتش على دي يعني. الاثر هيموفلس الاثر هيموفلس وده يثبت ان هم ايه؟ يثبت ان هم ما يحبوناش. ده يثبت ان هم ما يحبوناش فعلا. عايزين فيلم مصري. الاثر هيموفلس الازهر هيموفلس. الازهر هيموفلس تاني اسمها ديكريال. هيموفلس ديكريال بتعمل مرض اسمه شانكروي. جماعه اللي بيتكلم خلاص وقف تاني. هيموفلس ديكريال بتعمل مرض اسمه شانكروي. عمرو يعني ايه شانكروي؟ هو نفس الشنكر يعني الالسر في الجينيتال اريا والانفلود انلارجر. طبعا الكلمه دي خدتها في سوجي على ايامي كنا بناخدها. كنا بناخد ان في حاجه اسمها شنكر وشنكروي. الفرق الوحيد بينهم او في فرقين كانوا يعلمونا ان الشنكر ده بتاع السيفلس والشنكرويد ده بتاع الهيموفلاس ديكريال. كانوا يعلمونا ان الشنكرويد بينفول بينفول وان الشنكر بينلس مفيش اي الم فيه. انت هاني على وعيكم ان واحد هارد واحد سوفت. لا مش ديك على ايامنا ممكن الانروبيك نون سبورينج جرام نيجاتيف بس الله يدورها المره الجايه وافتح هنا يا معلم. Thank you.